بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلبة، نحن في الوحدة الثالثة في كتاب الموجز في تاريخ الأدب العربي، الباب الحركات والمدارس الأدبية في الشعر العربي الحديث. أولا نتعرف عن أدب المهجر. أدب المهجر يطلق مصطلح المهجر على شعبة الأدب العربي الحديث الذي نشأ في البلدان الأوروبية والأمريكية عند عدد من الأدباء العرب الذين هاجروا إلى أمريكا، ولا سيما أمريكا الشمالية والجنوبية، في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وكان أكثرهم من سوريا ولبنان. وبعد مهاجرتهم إليها والاستقرار فيها تركوا آثارا أدبية في البلدان العربية من وجهتين. الوجهة الأولى تأثرهم من الأدب الأوروبي والأمريكي. الوجهة الثانية افتتاح باب جديد في المجال العاطفي والتصويري أمام أعين الأديب نتيجة للحياة في بيئة جديدة. نناقش عن عوامل الهجرة. عندما يلتهد الإنسان من بيئته الاجتماعية في الأبعاد المختلفة مثل الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ويعاني مشاكل كثيرة، فلا بد له أن يبحث عن بيئة جديدة تمكن له عيشة كريمة مطلوبة يحس فيها الأمن والراحة، تخلصا عن الفقر والالتهاد والضغط. فعند ذلك لا يجد أمامه منفذا إلا مغادرة الوطن والهجرة إلى زاوية أخرى من زوايا الأرض الترابية للوصول إلى مراده. فالهجرة للنسبة للأدباء العرب كذلك، والعوامل المؤثرة في هذه الهجرة مختلفة. ما هي العوامل؟ العامل الأول العامل الاجتماعي، فإن الصراع الذي نشأ في المجتمع العربي بين الطبقة الوسطى وطبقة الإقطاعيين الذين كانوا أصحاب القدرة والثروة، وهذا كان حائلا دون تحقيق طموح الطبقة الوسطى من عدالة وحرية من قيود الظلم وتدخل الاستعمار الأجنبي ومزيد من الرفاهية. والعامل الاقتصادي، شيوع الفقر والشقاء وإهمال الزراعة وانتشار الصناعات وبوار الصناعية اليدوية التقليدية جنب كثير السكان في البلاد العربية منها سوريا ولبنان، كان كلها أسباب سيادة الجوع والحرمان على الناس. وثالثا العامل المذهبي، فالفتنة الموجودة بين النصارى والمسلمين من الدور في لبنان، وقتل عدد كثير من المسلمين، دفعهم إلى المهاجرة ومغادرة إلى وطن أخرى. والعامل التاريخي، إن السوريين واللبنانيين كانوا منذ القديم أصحاب الهجرة واجتياز الأرض للتجارة والحياة الكريمة. والعامل الأخير هو حرية الناس في اختيارهم البقاء في موطنهم أو تركه والهجران إلى البلاد الأجنبية، وأيضاً عدم تقيدهم بقوانين خاصة لترك الوطن لترك الوطن والمهاجرة. هجرة أدباء العرب، كان طبيعيا أن يكون الأدباء ولا سيما الشعراء منهم بين هذه الفترة وهذا الجيل ممثلين لحملة راية التحرر من القيود المختلفة عن أربع الإنسان، فكانت موضوعاتهم الأدبية صورة رافضة لهذا الواقع الحاكم على المجتمع البشري. فإنهم أبناء لسان واحد وديار واحد وأحفاد العرب الأمجاد، فاستطاعوا تأليف أحياء خاصة لأنفسهم في مدن أجنبية في رأسها أمريكا بطابع شرقية. هم نقلوا اللغة العربية والأدب العربي إلى تلك المهاجرة البعيدة،
وهناك أخذوا يكتبون مقالات اجتماعية وسياسية، ينشرونها في صحف مختلفة أدبية أصدروها بلغتهم العربية، كما كانت لهم آثار أدبية نحو الأشعار والأقاصيص والمنظومات المعبرة عن مجالاتهم الفكرية والوجدانية. نرى ما يقول إيليا أبو مالي الشاعر المشهور في المهجر: أرض آبائنا عليك السلام، وسقى الله أنفس الآباء، ما هجرناك إذا هجرناك طوعا، لا تظني الأتوق في الأبناء، شردت أهلك النبائب في الأرض، وكانوا كأنجم الجوزاء، وإذا المرء لاق بالعيش ذرعا ركب الموت في سبيل البقاء. من المهاجرين من يعملون في أعمال مختلفة، منهم من سلم من عاديات الزمن وتمكن الاحتفال بشخصية الوطنية والقومية، فكانوا في مهجر لا يفهمون اللغة، فاعتمدوا على ذكائهم ونشأتهم وأقدامهم، وذللوا كل صعب، ونشروا صحفا مختلفة. نرى منها أول هذه الصحف صحيفة عربية باسم كوكب أمريكا لحبيب دياب، أصدرها عام 1888 ميلادية. مدرسة شعراء المهجر. إثر هجرة الأدباء إلى البلدان الأجنبية، إلى الأمريكا والأوروبا، نشأت شعراء المهجر التي دعت في أول الأمر إلى الثورة على أوضاع الوطن المختلفة، والبحث عن الحق والصدق والخير والجمال والحرية والعدل في الغربة، ولكنهم بعد العجز عن تحقيق هذه المعاني في عالم الواقع، بنوا هذه المدينة الفاضلة في خيالهم. كان أصحاب هذه المدرسة متجمعين في أمريكا الشمالية، في صدرهم جبران خليل جبران، وبعده أصحابه رشيد أيوب وإيليا أبو مالي وميخائيل نعيمة ونسيب عليضة، وفي أمريكا الجنوبية أدباء مثل إلياس فرحات، فوزية المعلوف، رشيد الخوري، وأبي الفضل الوليد. ورابطتهم الأولى وهي الرابطة القلمية. هذه الرابطة تضم قوى أدباء المهجر وتوحدهم في سبيل تقوية اللغة العربية وآدابها. اتخذوا من الفنون الغربية دعائم لنهضتهم، واقتبسوا من الشعر العربي نظرته الإنسانية الخالصة، فجاءوا فيها بآثار رائعة كالطلاسم لإيليا أبو مالي ورباعيات فرحات، الذين كان لهما صدى مدون في العراق. وأصدرت هذه الرابطة جريدة باسم السائح بنظارة عبد المسيح حداد، كان لسانها الناطق باسمها والمعبر عن أفكارها وأصالبها. وهذه الرابطة مختصة بالمهجرين في أمريكا الشمالية الذين طرقوا كل فن ونظموا في كل غرل، وظهرت بينهم مختلف النزعات الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية، وصاروا أكثر تحررا في اللغة وأكثر تجديدا في الألفاظ والأساليب. نرى ما كان الغربة لنعيمة يمثل أحسن تمثيل آراء ونظرات الرابطة القلمية. يقول: ليس كل ما سطر بمداد على قرطاس أدبا، ولا كل من حرر مقالا أو نظم قصيدة موزونة بالأديب. فالأديب الذي نعتبره هو الأديب الذي يستمد غذاؤه من تربة الحياة ونورها وهوائها، والأديب الذي نكرمه هو الأديب الذي خص برقة الحس ودقة الفكر وبعد النظر في تموجات الحياة وتقلباتها. رابطة مينيرفا، وهي مدرسة أدبية أسسها الشاعر المصري الدكتور أحمد زكي أبو شادي في نيويورك برئاسة نفسه ونيابة عبد المسيح حداد، ولكن هذه الرابطة ما استمرت طويلة،
فليس لها أثر كبير في الشعر المهجري. من أعضائها صوفيا أبو شادي بنت الدكتور شادي، نعمة الله الحاج، ويوسف الصارمي، وعبد اللطيف الخشن، والزقي قنصل. ثم جمعية العصبة الأندلسية. أسس الشاعر المهجري ميشيل معلوف الجمعية الأدبية الأندلسية في سان باولو في برازيل، وتولى رئاستها بنفسه سنة 1932 ميلادية، وخلفه الشاعر شفيق المعلوف. فكانت هذه الجمعية متأثرة بالأدب الأندلسي، خاصة الموشحات من حيث موسيقاها وعذوبتها الفنية والتوسع في اختيار قوافيها، وأصدرت مجلة أدبية برئاسة الأديب المهجري حبيب مسعود الملقب بابن مقلة. هذه العصبة، يعني العصبة الأندلسية، مختصة بالبحجريين في أمريكا الجنوبية. من أهم مميزات أدب العصبة ترسيمه بالأساليب الفصحى ووقفه عند حدود المحافظة على اللغة والأسلوب وتجديد في الأوزان الشعرية. ومن أشهر أعضائها آل معلوف، الشاعر القدوي، إلياس فرحات، نظير زيتون، حبيب مسعود. الأساليب الأدبية عند مدرسة المهجر. إن كثيرا من أدباء المهجر ثاروا على اللغة العربية وأساليبها القديمة في الشعر والنثر، ولا يكون هذا الأمر إلا بسبب ذوقهم الجديد بتأثرهم بالآداب الغربية وأيضا العربية الحديثة وبمختلف المدارس الأدبية الحديثة، وكذا برغبتهم إلى التخلص من كل قيود شعرية وموضوعاتها. يقول جبران خليل جبران: لكم لغتكم ولي لغتي، لكم منها الرثاء والمديح والفخر والتهنئة، ولي منها ما يتكبر عن رثاء من مات وهو في الرحم ويؤبى مديح من يستوجب الاستهزاء، ويؤنف من تهنئة من يستدعى الشفقة. هكذا يقول جبران خليل جبران. آراء أدباء المهجر في الشعر. يقول جبران خليل جبران: الشعر روح مقدسة متجسمة من ابتسامة تحيي القلوب، أو تنهد تسرق العين مدامعها، أشباه مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشربها العواطف. يقول مرة أخرى: هذه الشجرة مغروسة على ضفة نهر الجمال ذات ثمار يائعة تطلبها القلوب الجائعة، بلبل يتنقل على أغصان الكلام وينشد أنغاما تملأ خلايا الجوارح لطفا ورقة. إذا نناقش ما هي مضامين أدب المهجر. إن هجرة الأدباء العرب من بلادهم العربية إلى البلاد الأجنبية قد أثرت تأثيرا كبيرا في أساليبهم الأدبية ومضامينهم، وامتازت آثارهم الأدبية بميزات خاصة، من أهمها أولا الحنين إلى الوطن. إن كل من يهاجر ويغادر وطنه فلا بد له أن يعيش بعيدا عن وطنه وربوعه وأطلاله وأبنائه، فيبقى في الديار الأجنبية غريبا مغتربا، ليس له صديق وليس عنده رجل من يواسيه في أحزانه ويساعده في شدته ويفرح بفرحه، فهو يحس في وجوده بغربة غريبة يعاني منها، فيتذكر وطنه وأيام طفولته، يلعب مع أترابه وجولته في غاباته بين الأشجار والأوراق، فكل هذا يؤلم قلبه وينشر اشتياق جديد إلى الوطن. هذا ما نرى ما قال نعمة الحاج: تذكرت أهلي في النوى وولايا
وقد طال شوقي للهما وبعاديا تذكرت هاتيك الربو. هكذا. وقال أيضا: وداعا وداعا يا بلادي، فإنني أودع مشتاقا إلى العودة ثانية. أثاني الغاب. إن الغاب عند أدباء المهجر رمز لحبهم الصادق إلى موطنهم المفقود الذي ينشدونه. فالغاب نقيض القصور وتلك الطبيعة المقدسة عندهم، ورمز للرجوع إلى بساطة الحياة وصداقتها في الحياة العربية، وثورة على الاضطراب والخداع الحاكم على الحياة الغربية. كان الأدباء يريدون الإشارة إلى أحسن طريق لتهذيب الإنسان. إذا شاء الإنسان تهذيب نفسه وجب عليه المحاكاة للطبيعة. هذا ما نرى في شعر في قصيدة ميخائيل نعيمة، هو يصف الغاب: أشجار الغاب تحيينا، وطيور الغاب تناجينا، وزهور الغاب تصافحنا ونسافحنا وتهنينا. ثم الإنسان. تدور النزعة الإنسانية في الأدب المهجر حول الحب والأخوة وإنصاف المظلومين. ونرى في الآثار الأدبية في المهجر أن الأدباء يحبون الإنسان حينا ويحقرنه حينا آخر، ويجعلون الغاب أمامه مرآة لنفسه وسلوكه. إن جبران يحب الإنسان أولا حتى كاد يؤلهه، ثم يكرهه ويزدريه. يبرر هذا البعض بأنه وسيلة لإحقاق المحبة بين الناس، فإنه يتكلم بلسان زهرة جميلة في قساوة الإنسان وعدم عدالته، ويتحدث بلسان السعادة عن الإنسان الذي عزته المادة وذهبت به المدنية إلى الفساد والشقاء. يقول رشيد أيوب: زرعت المحبة وسط القلوب ولم أدري أن زرعت الخيال. التشاؤم. أن البعد عن الوطن والقلق والاضطراب الحاكم على الإنسان في الغربة يبعث في قلبه اليأس والتشاؤم عند مواجهة المشاكل والأحزان، لأنه لا يجد نفسه صديقا وأخا يواسيه ويسليه، فهو لا يرجو بالمستقبل. له أناد وزفيرات في وجوده، كأنه طائر سجن في قفسه، لا يرى سماء ليطير فيها حرة. هذا ما نرى التشاؤم في أبياتهم. يقول فوزي المعلوف في شعره: أُلف اليأس قلبه فهو واليا، فهو واليأس يحاكي. هكذا يقول: كان في داخلي قبرا بوحشته، دفنت كل بشاشاتي وإيناسي. والتفاؤل. إن الآلام والأحزان عند الأديب المهجري كان سببا لاندفاعه للتشاؤم، هذا ما قلنا من قبل، ولكن هذا لا يعني أن التفاؤل مات عنده، ولا يكون عنده أي نظرة إيجابية إلى الحياة وما فيها من السعادة والجمال. هذا وهذا. فإيليا أبو مالي ممثل لهذه النظرة التفاؤلية، وهو نظم كثيرا عن التفاؤل. فيقول خطابا إلى الشاكي من الحياة وآلامها: أي هذا الشاكي وما بك دا، كيف تغدو إذا عدوت عليلا، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوفى قبل الرحيل الرحيلة. والنزعة الصوفية. لأن أدباء المهجر كانوا يعيشون مهجورين من أوطانهم، ويعانون المصاعب والمشاكل العديدة في الغربة، فإن هذا الأمر أدى أحيانا إلى نشأة النزعة الصوفية والأفكار الزهدية عند بعض منهم. ربما كان هذا متأثرا عن حياتهم في المجتمع الغربي بالديانة المسيحية، وملما عن النصرانية، ولكنه
ملون بصبغة التصوف الشرقي، لأن التصوف عندهم مبني على اتصال الكل للكمال الحق المطلوب هو الله. هذا ما نرى فوزي المعلوف وهو يقول: بين روحي وبين جسمي الأسير كان بعد ذقت مره، أنا في الشرب وهي فوق الأثير، أنا عبد وهي حر. التأمل والتفكر. إن الأديب المهجري كان في قلق والاضطراب في الغربة، وهذا أثار أسئلة في وجود الأديب حول قضايا مختلفة، ولا سيما بالنسبة للكون وما يجري في الحياة الدنيا وما يجري في الحياة الأخرى، ونور وظلام، وإيمان والإيمان والكفر، والسرور والحزن، والسيادة والعبودية، سيطرة العقل على القلب وعكسه، كل ما يكون في العالم من المعميات. فأخذ المهجري يتفكر ويتأمل فيها ويبحث عن سببها. هذا ما نرى في قصيدة فوزي المعلوف على بساط الريح: كيف جئنا الدنيا، وهل أين ومن أين جئنا، وإلى أي عالم سوف نقضي، هل حيينا قبل الوجود، وهل نبعث، وهل نبعث بين بعد الرداء، وفي أي أرض. والتسامح الديني. إن المهاجرين في البلدان الأجنبية كان بعضهم يلتقي بعضا آخر من البلاد المختلفة العربية، من لبنان وسوريا وأبديان مختلفة، كلهم يرفعون التعصب الوطني واللغوي على التعصب الديني والانقسامات القبلية، وهذا سبب لإثارة عاطفة جديدة في نفوسهم هي الحرية الدينية. فنرى بين الأدباء المسلمين وأصحاب الديانة المسيحية يعيشون معا، ويمدح المسيحي منهم دين الإسلام ونبي الرحمة. هذا نرى في قصائدهم كثيراً.